والله جل وعلا ما مدح عباده المؤمنين عباد الرحمن بقيام الليل والتهجد، فقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال في وصف المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال في وصفهم أيضا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا في جميع السنة مشروع للمؤمن والمؤمنة تهجد بالليل، وأن لا ينام الليل كله بل يكون له قسط من الليل، يصلي فيما تيسر ويختمه بركعة، سواء في أوله بعد صلاة العشاء أو في جوف الليل في وسطه أو في آخره هو أفضل، في آخر الليل عند نزول الرب جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. هذا هو فضله جل وعلا، يدعو عباده إلى أن يسألوه ويستغيثوا به ويستعينوا به جل وعلا: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان له مزية سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله بأصحابه وفعله الصحابة واجتهدوا في ذلك، ففي فضل عظيم. فمن قام رمضان عن إيمان وتصديق وإخلاص واحتساب غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهكذا ليلة القدر في العشر الأخيرة، من قام العشر الأخيرة أدرك ليلة القدر. فهذه أيام عظيمة وليالي عظيمة يشرع للمؤمن أن يغتنمها بأنواع الخير من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، التسبيح، التهليل، التكبير، الاستغفار، الصدقة، عيادة المريض، اتباع الجنازة إلى غير هذا من وجوه الخير، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه وينافس ويسارع في كل خير، لا يكون كالمعرضين والغافلين تمرهم أوقات الفضائل وهم في غفلة، بل يجاهد نفسه في اغتنام أسباب الخير وأوقات الخير. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يحرضون على اغتنام هذه الفضائل بالقراءة والتعبد والصلاة والذكر والصدقات وغير هذا من وجوه الخير كالاعتكاف وغير ذلك. فهي أوقات تمر بما فيها خزائن، هذا يخزن فيها الخير والعمل الصالح، وهذا يخزن فيها الشر والعمل السيء ولا حول ولا قوة. فالعاقل والحازم والكيس هو الذي يحرص أن يخزن فيها الخير من كثرة القراءة، كثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، كثرة الدعاء، كثرة الصلاة، كثرة الاستغفار، كثرة الصدقة إلى غير هذا من الخير. يعني يعتني بهذه الأيام والليالي لأنها أيام معدودة ومحدودة تفوت بما فيها، فالحازم يعتني بها ويخصها بمزيد عناية يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. نسأل الله لجميع التوفيق والقبول والمغفرة. اللهم السلام.